السلام عليكم. غدوة الأربعة متاع العشية ولا بعد الأربعة متاع العشية مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري نهائي مونديال العرب بين زوز وخيان بين زوز. أشكا كنت قاعد على روحي بصراحة، شفت برشا حاجات باهي على مواقع التواصل الاجتماعي. أول مرة مباراة نهائي القصف كان بين الجانبين، النسبة متاعه طايحة برشا موجود، أما نسبة القصف طايحة برشا، وهذه بصراحة حاجة باهية وحاجة تخليني نقوم ونعمل فيديو. وأول مرة كيف كيف المونجالة هذه ديما واقفة، أول مرة الوقت متاعها صحيح تقريبا توا بالضبط نعمل في الفيديو نص الليل واربعة. بون الفيديو نهبطه توا نهبطه غدوة، هذه حاجة أخرى. كيو على نقاط قوة المنتخب التونسي والجزائري، أما لاحظت حاجة، الكلام اللي قاعد يدور في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر هو بيدو اللي قاعد يدور في تونس. ثم فئة يقول لك انا ما نشجع كان المنتخب الجزائري وما يهمني في حتى بلاد، وثما اللي يقول لك ما نشجع كان المنتخب التونسي وكيف كيف ما يهمني حتى بلاد. الفئه هذه نقول لكم راكم ماكمش غلطين ومن حقكم. اما فئه يحب الشعب التونسي ما يقول لك يا خويا الا غالب بلادي هذه الجزائر ونحبها تربح، ومن القلب يحبها تربح كيف كيف الشعب التونسي اللي يحبوا الاخوه في الجزائر. يقول لك تونس تلعب نسور كرتاج يلعبوا يا خويا هذه كره. اما تلمو ثم محبه بين الشعبين واللو لا شعورين يحكيوا في كلام، وهذا راهو كلام بصراحه قمه في الاخلاق. يقول لك سي المهمه متاعي وفات وفليذهب الكاس للجحيم، وثم اللي يقول لك نقسموه الكاس، وثم اللي يقول لك مبروك عليكم، لكن في قراره نفسه يحب منتخب بلاده يربح، وهذا هو الصحيح من رايي الشخصي. هذا رايي الشخصي، هذه قمه النبل على عكس الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه انه هذه الفارينة بعينها. وان شاء الله الاخوه الجزائريين يعرفوا ايش معناها الفارينة. خاطر بصراحه الكلام اللي قاعد نقرا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمد للواقع بصيله. يا خويا انا نتفرجوا في القاوي احنا ونشوفوا وقت اللي المنتخب الجزائري ينتصر على قطر وعلى المغرب الفرحه الهستيريه للجماهير التونسيه. في الفيسبوك نلقاو كلام اخر، كيف كيف شفنا برشا فيديوهات على المقاهي الجزائريه فرحه هستيريه وقت اللي المنتخب التونسي انتصر على المنتخب المصري. بياري شنو يقول؟ وراه نعاود نقولوا هذا رايي، ما يلزمني كان انا عباره على زوج صحاب، عباره اخوات غدوه عندهم امتحان يا خويا. ثم اللي باش ينجح وثم اللي باش يدوبل، كان نجح واحد بالطبيعه باش يفرح، راهو نجح يا معلم. اما يا خويا قلبه على صاحبه كيف يدوبل، وكان نجح صاحبه ودوبل هو خويا راهو دوبل، يعني يا فرحه ما تمت. بالطبيعه باش يحزن، بالطبيعه باش يتغشش، اما كي صاحبه نجح يا خويا برا مبروك عليك تستحق. رجعنا وتزيريه قراب على خاطر تقريبا نفس التفكير، نفس الغش، نفس الحماس. اكتبوا فيا انا كي نبدا نحكي معلم قول مش نخرج لكم من الاكران يا معلم. شفتوا وك الامير طلال القطري قال لكم فيفي عبده افضل واشرف من التوانسه ولا فئه من التوانسه؟ حدد يا معلم. زوز ملاين ثلاثه ملاين تونسي فيفي عبده اشرف منا، فهمنا خويا. ندرك جات زيري باش يقول على التوانسه هكاكا، نشوفوا مع بعضنا احنا. قناه جزائريه خرجت للشارع وسالت قال لك شكون تشجع، المنتخب التونسي ولا المنتخب المصري؟ على خاطر ثم واحد مصري عاملها ومفبركها ودنيا وقال لك كلهم مصر مصر مصر. هذه يا خويا قناه جزائريه خرجت وسالت شكون تشجع، اسمه مع بعض. الاخر باسكو مساوا يبكيو بابا باغي تفكر ديك الايام تاع 2010. لا هاو شكلو ساي والديكم، لا 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 حمص ولا فول ولا مصري ابو الهول. خطونا يا مصروا ما لعبوا معاكم ما تلعبوا معانا، يا تبكيو بزاف نتوما تهضروا تبكيو. البيناتي ماشي بيناتي، خطونا ان شاء الله توانسه اختي يا توانسه يحملها وحملونا وتناغدوا. دوما اربع زيريه اخرين مع بعضهم، يعني المذيعه تمشي وتسال بالواحد بالواحد، الحكايه مش مركبه كيما اللي يركبها المصري. نسمو مع بعض. تونس وتربح 2-0 ان شاء الله. وعلاه؟ تونس تونس هي اللي بلو بروش لينا، احنا دولة القريبة لقلوبنا. ربي يبارك. بعد فلسطين تونس، تونس هي اللي بلو بروش لينا، وان شاء الله 2-0. هذي تحبوني ما نحبوش؟ باسكو مصار ماشي تابعنا، تونس قدامنا جيراننا ومام طون حبوهم تونس كيما لي زالجيريان. تونس تابعنا جيراننا ومصار عندنا معاهم ديجا هكا فاهم هاي ديجا. تربح تونس ان شاء الله، تربح تونس باسم مصر ما يحبوناش وعدنا معهم مقبل.
ان شاء الله تربح تونس و الجزائر ثاني ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله. صراحه هذا كعبه مش عادي. نفضلوا توانسه حنايا مالقيت توانسه ومغاربه خاوتنا، والفتنه اللي يدور يقول لك سياسه وكذا ومنا ما كاين والو. احنا المغاربه خاوتنا وتوانسه خاوتنا وشعب زيري كاع خاوتنا ويحيى فلسطين يا اخو خاوتنا. بصح ما يحبوناش عندنا معاهم، بصح من المباراه نفضلوا احنا توانسه وان شاء الله ديها تونس بالحق لينا نعطوها لهم. بصح مالقيت احنا ان شاء الله ديها الجزائر يا اخو من الاخر هكذا، وتوانسه خاوتنا والمغاربه خاوتنا والمصريين يا شحاته شحطوك من الاخر وبالليل يديلكم الزيت. احنا توانسه وان شاء الله يربحوهم. خضروا نعرفوا علاش؟ باسكو احنا كي لعبنا مع مصر سيبورتاونا، وحنا شغل بروش بزاف مع توانسه ومع مصر، شغل مع مصر عندنا شويه حكه وباينه شويه لا مصر، ومع المروك سيبورتاو المروك تما سيبورتاو تونس. بيان سور توانسه اختي. شكرا نعرفوا عليه؟ بيان سور، باسكو توانسه شوف كي لعبنا احنا الماتش الاخر مع المروك كانوا داروا ماركيتي، كانوا العالم تاع توانسه وفلسطين والمراركة كانوا معاهم المصريين، وبيناتنا حكايه قديمه هذيك تاع 2010 ضربونا لي جوار وكاعيديك تما شغل ما تقدرش شغل تحبهم المصريين. و بون كوراج لخوتنا توانسه ان شاء الله يربحوا الماتش. يا ربي ناس تحكي علينا بالباهي كيف هكا، كيف ردة الفعل نتاعنا؟ احنا معروفين التوانسة، يقول لك التوانسة كرة ما، يعني كي يلعبوا ضد قطر نشجع قطر على الجزائر، والله ما تصير هالحكاية. كي تو نقاط قوة المنتخب التونسي والجزائري، ولو انه قلت المقابلة هذه بالذات راني مانيش باش نحكي عليها، نورمالمون راني عامل ثلاثة أربعة فيديوهات وتعرفوني كما قال السوبر بيبو يا معلم، كل دقيقة يهبط فيديو من المنبر هذا نوجه له التحية ونقول له خويا رانا وخيان، وإن شاء الله نهير نكونوا مع بعضنا ونعملوا فيديو مع بعضنا ونفرحوا لكل بستية. شوف فرش في كل مقابلات المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. المنتخب الجزائري على سبيل المثال بدأ من أول مقابلة لآخر مقابلة بنفس الريتم، وبصراحة كل مقابلاته توب من أول مقابلة لآخر مقابلة ضد المنتخب القطري. المنتخب التونسي البداية كانت محترمة ضد المنتخب الموريتاني وقت فزنا عليه 5-1، لكن بعد جات الفوبا ضد المنتخب السوري وانهزمنا ضده 2-0، وصارت وقتها مشكلة كبيرة برشا ومنظر الكبير وكذا، ومن حقنا يا معلم منتخب تونسي ينهزم ضد المنتخب السوري بصراحة فضيحة كبيرة. لكن من بعد مباراة سوريا وضد المنتخب الإماراتي شفنا المنتخب صراحة قاعد يتطور المردود متاعه من مقابلة المقابلة. وقت الراهن الزوز منتخبات في أوج العطاء متاعهم، رغم أنهم كل 3 أيام يلعبوا مقابلة. المنتخب الجزائري يمتاز على المنتخب التونسي في ميزة، وكيف كيف المنتخب التونسي يمتاز على الجزائر في ميزة أخرى. ميزة الجزائر بصراحة عنده هجوم خارق للعادة، عنده يوسف البلايلي، وكي نقولوا يوسف البلايلي بكلنا نعرفوه، يوسف البلايلي توب في المنتخب الأول كيف كيف توب في المنتخب الثاني كيف كيف، عندهم بغداد بنجاح ياسين إبراهيمي. في المقابل المنتخب التونسي تكتيكيا بصراحة شفته أفضل من المنتخب الجزائري، يعني المنتخب التونسي تكتيكيا يعرف يفسد اللعبة، يعني حتى يكون منتخب قوي، منتخب على سبيل المثال قوي هجوميا، المنتخب التونسي يعرف كيف يمتص الهجوم نتاعو. كان باش نقارنوا المنتخبين ونقيموهم في حراسه المرمى، الرئيس لونبولحي بطبيعه خبره وافضل من معز احسن. في الدفاع، دفاع الجزائر خارق للعاده، دفاع المنتخب التونسي كيف كيف خارق للعاده، وسط الميدان كيف كيف، الهجوم منتخب الجزائري افضل منا، لكن احنا كيف ما قلنا نعرفوا كيفاش نفسدوا على الهجوم هذايا. وما نجم نقول كان بصراحه المقابله هذه 50-50، صعيب برشا باش نكهنوا بنتيجه المقابله ونقولوا المنتخب التونسي باش يفوز، ولا باش نقولوا المنتخب الجزائري في طريق مفتوح للفوز. في الختام تحيا تونس، كلنا تونس، تونس فوق ريوسنا. ان شاء الله نشوفوا المنتخب الجزائري والتونسي في قطر 2022، بطبيعه نحكي على كاس العالم، ان شاء الله نشوفوهم في ادوار متقدمه في الكاميرون كاس افريقيا 2022. وفي الختام البياري يقول لكم سلام.